السلام عليكم اخوان اخوات ترافلرز، كل شيء لاباس، كل شيء مزيان، كل شيء بخير. اليوم في هذا الفيديو بنضر لكم على بزاف ديال الناس كيسولوا على حاله ريسورت كيسبغوا يعرفوا بزاف ديال الناس. كاين ناس اللي محافظين ووليداتهم وكيبغيو يمشيو واحد لو كونسيبت نقي مع وليداتهم. مني انا وجبت انا مثلا مع والديا ما نقدرش نمشي اي بلاصه، سيرتو مع الاب ديالي الا بغيت نمشي شي بلاصه خصها تكون شي بلاصه نقيه. كاين واحد ولاد كاين حاله ريسورت، غنعاود لكم عليهم كيفاش. حاله ريسورت، اول حاله ريسورت دار في تركيا في واحد البلاصه سميتها الانيا قريبه لانطاليا، كان سميتو اسلاميك بيرا. داروا واحد نض واحد الناس ثلاثه ديال الناس تجمعوا فكروا انهم يديروا حاله ريسورت. مي بغاو يديروا بداو كيضحكوا عليهم الاخرين كيقولوا كيفاش نتوما حاله ريسورت هذه، يعني ما غاديش يتمشى لكم. العام الاول فاش حلو افتتاح حلو داروا الفول بوكين، فول بوكين ما كاينش بلاصه ما كاين. جاو الناس من جميع انحاء، من اوروبا، ناس من اوروبا جاو، من اوروبا، من ماليزيا، من اندونيسيا، من الخليج، ما خلاوش شي بلاصه ما جاوش منها. فول بوكين مي ناضو تمشات ولاو بزاف. هذيك المنطقه بالضبط، هذيك المنطقه ديال الانيا كاينين بزاف بزاف، كاينين دابا كثروا بزاف، ولاو كاين بعض الدول في العالم اللي ولاو فيهم حتى هما حلال بزاف، لان دابا بزاف ديال الناس كيبغيو يسافروا وكيبغيو واحد الكونسيبت كما قلت لكم ديال العائله. اشنو كيعني حلال ريسورت؟ لي ريسورت حلال هو واحد لو ريسورت اوتيل اول انكلوزيف، اغلبيه كيكونوا اول انكلوزيف مثلا في الانيا، ديال العائله، ديال العائله يعني ديال الناس ديال العائله. اول حاجه ما فيهش الشراب، اهم حاجه ما فيهش الشراب، ما فيش الناس كيعوموا بالمايو، عندهم بيسين ديالهم خاص، واللي بغى يعوم في البحر راه كيعوم مستور. لي كوب نو ماري ممنوع عليهم، والانيماسيون ديالهم داكشي نقيه محترم، كيديروا انيماسيون ديال الدراري الصغار، انيماسيون حتى ديال الكبار محترمه، اي حاجه محترمه. هاد لو كونسيبت شنو هو الكونسيبت هادشي هذا بالزوين؟ اغلبيه ديالهم ديال العائله كما قلت لكم كيكونوا 2 بلس 2. علاش هو ديال العائله كيكون 2 بلس 2؟ لي شومبر كتكون 2 بلس 2، مثلا كتخلص شومبرا ب 5 ايطوال 150 ولا 160 اورو ولا 170 اورو، 5 ايطوال اول انكلوزيف يعني فطور غداء عشاء لي بواسون نهار كامل نو الكوليك، لي غلاس كاسكروف، لي زانيما، الانيماسيون ديال الدراري الصغار كيجيو ياخذوا عندك الدراري الصغار يديروا لهم انيماسيون كامل. كتخلص مثلا شومبر 170 اورو، ولكن ديك الشومبر فيها دو ادولت اللي انت ومرتك مثلا، ولا انت والوالده ديالك والوالد ديالك واختك، ولا انت ومرتك وجولاد، يعني كيكونوا دو بلوز دو، كبار جوج كبار وجوج صغار. انا سمحوا لي ما بغيتش نمشي، جوج كبار ودو بلوز دو، كيكونوا جوج كبار وجوج صغار، جوج صغار وليداتك اغلبيه هذا كيكونوا ديال العائله، وليداتك عندهم 14 عام 13 عام 10 سنين، السنين هذوك ما كياخذوا الشومبر. يعني كتوليو نتوما اربعه الناس كتمشيو في شومبره وحده اول انكلوزيف دو بلوز دو. كاين هذا الكونسيبت كاين حتى في ماشي حلال، مي اغلبيه هاد الحالات دايرين الكونسيبت ديال العائله. يعني مزيانه صراحه مزيانه، كاين 80 اورو، كاين 70 اورو، كاين 90 اورو، حتى كل واحد وحر يمشي فيما بغى. يعني كاين الناس اللي محافظين وكيبغيو يمشيو لبلايص اللي ما فيهمش الشراب ما فيهمش. مني انا وجبت، انا مثلا الوالد ديالي ما نقدرش نمشي معاه شي بلاصه اللي ما كانش محترمه ونقيه، ما نمشيش معاه، ما نكذبش عليك ما نمشيش. كل واحد وحر كيفاش، كيما ديك حياته كيبغي يعيشها كيما هو حر، كالاخر كيلقى البحوره اللي بغات، الاخر عندهم حق يلقى شي حاجه اللي تناسبه في التفكير ديالو والمبدا ديالو. يعني اللي بغيتي تمشي لتما الانيا كاينين بزاف، فين تلقاهم؟ اول حاجه فين غتلقاهم؟ كاين واحد لو سيت حلال بوكين، مي شويه غالي هذاك لو سيت، ما تريزيرفيش منه حلال بوكين، غير قلب فيه ومن بعد سير لوطيل نيشان. بحال مثلا كيما قلت لك اسلاميك بيرا بغيتي تمشي لي، غتمشي لنيشان لو سيت ديال اسلاميك بيرا وتريزيرفي. هادو كيما قلت لكم في لا تركي، اللي بغا اغلبيه الناس اللي كيمشيو لا تركي كيسولوني على هاد القضيه، كاينين بزاف واحد البلاصه سميتها الانيا. الانيا قريبه لانطاليا، هي مدينه تابعه لا بروفانس ديال انطاليا، تابعه الاقليم ديال انطاليا، بعيده على انطاليا تقريبا 100 كيلومتر، كتشد طياره من اسطنبول لانطاليا، كتنزل تما، اما كتمشي في البوس الانيا، اما كتشد نافيت بريفي، ما كاينش طياره، اما تما اما من انطاليا اما من مرسن، تما مرسن ما بعيداش بزاف، من مرسن ما بعيداش، اغلبيه من انطاليا احسن، كتشد طياره من انطاليا. يعني كونسيبت مزيان وزوين، ولا بغيتي تجربوا جربوا، راه دابا ولا تيكثر بزاف ديال الدول، حتى بزاف ديال الناس بزاف ديال الدول ولاو كيقلبوا على هذا الكونسيبت، يعني ولا كيكثر غادي كينتشر. المهم تقريبا هادشي اللي بغيت نقول لكم عليه، ملي عنده شي سؤال يطرحوا عليا في الكومونتير، المهم بارطاجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.